الدبلوماسية البرلمانية. يولي مجلس النواب أهمية خاصة للعلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، ويتموقع كفاعل مؤسساتي نشط ومؤثر في الدبلوماسية البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف، ويتجسد ذلك في المنظومة التي أحدثها لهذا الغرض، إذ يفوق عدد مجموعات الصداقة البرلمانية التي أحدثها مع برلمانات وطنية أخرى خلال الولاية التشريعية 2016-2021 136 مجموعة، فيما يصل عدد الشعب الوطنية المغربية في المنظمات البرلمانية الدولية والقارية والإقليمية 20 شعبة تمثل المجلس في أهم وأعرق المنظمات البرلمانية. ويعتبر مجلس النواب المغربي من المؤسسات الأكثر نشاطاً وتأثيراً في الدبلوماسية البرلمانية متعددة الأطراف، إذ يترأس أو سبق أن ترأس أهم هذه المنظمات بما في ذلك رئاسته للاتحاد البرلماني الدولي الذي يعد أعرق منظمة متعددة الأطراف على الإطلاق، إذ تأسس عام 1889، والاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الإفريقي واتحاد برلمانات البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجمعية البرلمانية لحوض المتوسط، وهي منظمات كان المجلس من مؤسسي غالبيتها، فيما سبق له أن احتضر مؤتمرات هذه المنظمات جميعها. وشكلت عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017، والتي قادها بتبصر وبعد نظر صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله. Il est beau le jour où l'on rentre chez soi après une trop longue absence. Il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. L'Afrique est mon continent et ma maison. Je rentre enfin chez moi et vous retrouve avec bonheur. Vous m'avez tous manqué. مناسبة حفزت المجلس على تعزيز علاقاته الإفريقية الثنائية وفي الإطارات متعددة الأطراف، فضلاً عن انضمامه إلى برلمان عموم إفريقيا، وإلى جانب المجال الإفريقي والعربي والإسلامي والأورو متوسطي، يتمتع مجلس النواب بصفة عضو ملاحظ في المنظمات البرلمانية الأمريكو لاتينية، أي برلمان أمريكا الوسطى وبرلمان مجموعة دول الأنديز وبرلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي ومنتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية بأمريكا اللاتينية والكاريبي، والجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، حيث يحظى المغرب بوضع الشريك من أجل الديمقراطية منذ 2011، والجمعية البرلمانية للأمن والتعاون في أوروبا التي يحرص على المشاركة في أشغالها بانتظام من خلال شعبة قارة. وتهدف الدبلوماسية البرلمانية لمجلس النواب إلى إسناد جهود الدبلوماسية الرسمية الوطنية في الدفاع عن المصالح الوطنية الحيوية، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة، والترافع عن مشروعية استرجاع الأقاليم الجنوبية المغربية، وإبراز الجهود الكبرى التي بذلتها المملكة وتبذلها من أجل تنمية هذه الأقاليم وتعزيز الوحدة الترابية. ومن جهة أخرى، تحرص دبلوماسية مجلس النواب على التعريف بالإصلاحات المؤسساتية الكبرى التي حققتها وتحققها المملكة والفرص التي يوفرها المغرب في مجالات الاستثمارات والتعاون الاقتصادي. وتتوخى هذه الدبلوماسية أيضاً الدفاع عن القضايا العادلة للشعوب وعن التوازن في العلاقات الدولية، والترافع من أجل مقاربات وسياسات دولية عادلة لقضايا السلم والهجرة وتدبير الاختلالات المناخية والتنمية، وخاصة لفائدة البلدان النامية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وقد استضاف المجلس لهذا الغرض العديد من المنتديات والمؤتمرات البرلمانية متعددة الأطراف، توجت بوثائق مركزية هامة اعتمدت في أعمال المؤتمرات البرلمانية الدولية. ويحرص مجلس النواب على مؤسسة اشتغاله في إطار الدبلوماسية البرلمانية، فضلاً عن الشعب الوطنية ومجموعات الصداقة البرلمانية، أحدث عدة منتديات برلمانية ثنائية تشتغل حول مواضيع محددة مع برلمانات بلدان صديقة عريقة في الديمقراطية وأخرى صاعدة، كما يحرص على تكثيف تبادل الزيارات وأحداث اللجان البرلمانية الثنائية، ويتأثر كل ذلك باتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية تكفل استدامة هذه المنتديات ومردوديتها. وتعزيزاً لهذا التوجه، ينفذ مجلس النواب عدة برامج للشراكة والتعاون مع برلمانات أخرى ومع منظمات دولية معنية بدعم الديمقراطية تتأثر بدورها باتفاقيات ومذكرات تفاهم، ويتم من خلالها تبادل الخبرات والتجارب والتعرف عن قرب عن الممارسات المقارنة. وتتوخى هذه البرامج أيضاً دعم قدرات إدارة مجلس النواب من جهة، وتيسير التعريف بالممارسة البرلمانية المغربية في الخارج من جهة أخرى. ولمعرفة المزيد عن الدبلوماسية البرلمانية لمجلس النواب، يمكن تصفح موقع المجلس www.chambredesrepresentants.ma
والاطلاع على إصداراته المتوفرة بخزانته أو في صيغتها الرقمية.